مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الفار من قناة دبليو تي في قناة وطن. ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة، اللي يقول الحكومة ما دفعت من هسه واضحة الأمور. ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة، اللي يقول الحكومة ما دفعت من هسه واضحة الأمور. من هسه واضحة الأمور، مو تقول الحكومة ما دفعت، تواجهنا مشاكل، يعني شهر الواحد ماكو رواتب. من هسه الرجال قال لكم بياب عبارته صريح، رجال يحب الصراحه. مو انت النسوان تلحن عر العزلين ماكو راتب، وقبل تاخذون الراتب وتركضون للمولات تشترون بالهدوم، شو تسوون بالهدوم؟ مكومات هدوم حاطتهم بالكنتور، لا تطلعن لا تروحن، شو تسوون بين؟ وبعدين ورا ثلاث اشهر كلهم ما يقدرون تلبستن، يا الضعيفه صاير عليها يا سمينه ما ينقد عليها. بطلن فكرا بيتشن رواتب ماكو، من هسه ماكو نقلكم، مو بعدين يسوون مشاكل. الاقتصاد ضروري بالبيت، انا احكي يعني جد مو جاي شاقه، يعني خاصه النساء ما ترى مهال قاعد شو الزحام على المولات على شنو الملابس. والله عمي احنا لو ما اطلع برنامج ما نلبس ملابس، شو نسوي لابسين ملابس؟ نظل قميص وبنطلون، شو يسوون بهن؟ وما تطلعن. وبعدين اكو شغله، انت الموظفات انت دائما 24 يوم، يعني 24 يوم يوميا قميص ببدلاته، اذا مو 25 ب 10 او بنطلون او تنوره، يعني 25 يطلع بال 500,000 بس ملابس غير الميك اب. ايش دعوه؟ ايش دعوه؟ سمعت ايش قال؟ ايش قال؟ ستواجهنا مشكلة رواتب بالشهر الواحد من السنة، اللي يقول الحكومة ما دفعت من هسه واضحة الأمور. واضحة الأمور؟ من السنة بعد؟ من السنة ما نكذب عليكم احنا. السيد الكاظمي عندي لك كم رسالة صديقي العزيز. أول شيء لازم تخلي لك مستشار، ومو عيب، مستشار رجال، مستشار مو محلل سياسي الناطق باسمك، محلل سياسي مو ناطق، خلي لك مستشار مضبوط حتى لا يوقعك بالأخطاء. عزيزي بعد روحي أنت، وعندي شغلة ثانية هم لك، إن هواية كاتبين بس راح أقول لك الثنين. الثانية شو تقول؟ الثانية تقول الثانية هاي 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 الأخيرة. أتمنى على المتواجدين بمكتبك الخاص، حضرتك الشاهد البرنامج وما شاهد البرنامج، جماعتك يشاهدون البرنامج، واتمنى تنقلولها الى بصوره صحيحه. اتمنى على المتواجدين بمكتبك الخاص الابتعاد او التقليل من فكره الترويج للحزب الجديد. خوش عيني في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه تويتر. بعد عامكم لا تروجون هوايه، لان انتم قاعد تروجون من فلوس الفقراء والمساكين، مو فلوس اللي خلفوكم، مو فلوس اللي خلفوكم، هاي فلوس الفقراء والمساكين، وتروجون بالتويتر الحزب الجديد مال رئيس الوزراء. اذا انتم مخلصين من تطلعون عود روجوا. زين حبيبي بعد عمري وصلت؟ ونرجع للنقطه اللي يجوز ما هذا ما وصلت لك. انا كاتب هوايه بس لان شوي لساني بعد مطقق ما اقدر احكيها. يقول مو عيب ان تستعين مستشار حقيقي مختص واليه الاجابات على الاسئله واليه الاجابات على الاسئله التي تطرح عليك، او الوقت المحدد لطرح قضيه في المؤتمر الصحفي بدلا الاعتماد على ما لديك ويملى عليك من
ممن يدعون انهم مستشاريك المقربين. يعني نجيبك مستشار محترم يفتهم بالامور، مو لبق وتسلق على اخرين ويصير مستشار، لا، رجال له خبره. يعني انا اليوم مو مقدم برنامج كل شفتهم بحدود اشياء خاصه افتهم بيها واشياء ما افتهم بيها. هاي اداره بلد، اداره بلد يراد لها ناس مختصه تفتهم كل الشؤون، وبعدين مو اي واحد يجي يصير مستشار. ولا كل واحد يقدم برنامج هو هذا انتهى راح قدم برنامج. كل واحد على حدود امكانيته. هاي رسائلي لك بس، واتمنى لك التوفيق. اي والله هذا اتمنى، واتمنى من النسوان يقتصدن بطلا شرايه خاصه الملابس، بطلا ما تفيد الملابس عمي. اهم شيء تقتصدن. ايه وسمعوا هم ايش قال لكم، ديروا بالكم. ها واجهنا مشكله رواتب بالشهر الواحد من هسه، يقول الحكومه ما دفعت من هسه. واضحه الامور، واضحه الامور. رحم الله والديكم، لان ماكو دوله ما بها موازنه، ما عندها موازنه. شو يسوي؟ يعطيكم اياها قبل، يقول لكم ما عندي موازنه، لا اعطوني موازنه ولا اعطوني فلوس، شلون نشتغل؟ خوش عيني؟ يلا يعني. هذا شنو هذا الدهن؟ شوف دهن مسويه. سلام! شنو مسوي؟ ها؟ يقتصده؟ ها؟ يقتصده؟ نسوان؟ ايه؟ ما يقتصده. فاه يجد رجل تبدي ورجلك على غير رجل تعدي. اليوم لك بالتوثية تحضر باب الحوش بطانية والنمر يطونك ما تدخل البيت. اليوم مفاجأة. اي اليوم راح اغير الخطة مال حميسة. اي ممتاز، يعني ويا الاقتصاد؟ ويا الاقتصاد. اي اليوم اللي راح افاجئك فيه شنو هو؟ شنو هو؟ شوف صار. بيض. بيض اليوم. زين خوش راح اسوي البيض؟ خلينا نقرا. اليوم راح اطق لك بيض بالدهن. اي هاي راح اطق لك اياها. بس اليوم موقت، بس اليوم. بس اليوم راح نقتصد. بس اليوم تقتصد؟ ليش؟ حتى ايش ساعد الاقتصاد يردوا من عندنا اقتصاد؟ هو الاقتصاد بس على الفقراء. حلو. بس عندي سؤال ظل ببالي سمعته. شنو توريج؟ الترويج. شنو؟ توريج. توريج؟ شنو توريج؟ ترويج. شنو؟ ترويج، ترويج يروج. يدفع فلوس يروج هذا الاشياء. هاي من عندنا يعني من مالاتنا يعني من دخلنا ولا من دخلهم؟ من دخلنا ويروجون. العفو. زين. اليوم اعزائي المشاهدين حسرة بقلبي. يعني بعد ان اعلنت حقوق الانسان ان نسبه الفقر وصلت في البصره 40%. البصره نسبه الفقر مالها 40%، واغنى محافظه يمكن مو بس بالعراق، بالعالم. مصدر خيرات العراق والنفط والموانئ والغاز كله من البصرة. والنتيجة اليوم 40% نسبة الفقر بالبصرة، ودخلها بس تشرين الأول والثاني إيرادات مدير موانئ على لسانه 95 مليار دينار فقط الموانئ. فقط الموانئ. كل هاي بالبصرة تذهب محاصصة للأحزاب. كلها تاخذ الأحزاب. 4 تريليون كل شيء ما شفنا بيها. شوف شوف هذا المعلم بالمدرسة بالبصرة، رسول اعطونا صورة. رسول. ايه هذا المعلم، هاي المدارس، شو هاي البصرة. هاي صورة للبصرة. هذا المعلم اليوم. هاي البصرة. ومن نحكي البعض ما يقبل على ليش؟ ليش مهملة؟ ليش هيك صارت البصرة؟ كانت عروس الخليج. كان الخليج كل خميس وجمعة بالبصرة. كل الخليج يجون للبصرة يتونسون. جمالها ونظافتها وناسها وأهلها وطيبتها شوارعها. البصرة الآن عبارة عن خربة.
يعني يا منطقة بالبصرة عامرة. بالمناسبة طبعا خابروني من البصرة قال سعد نايت ترى حكيت على القبلة بس الشوارع الرئيسية. اه 4 تريليون بس شوارع رئيسية. والله عاشق. بعد وبعد البصرة بعد وبعد قهر تنقهر عليها والله هاي المحافظة الجميلة من الفا ومن راس البيشة روح قهر بقهر. نروح فاصل نرجع لكم. سورة نبني احنا نبني سورة بالعراق هو بنينا سورة شوف هاي السورة وقعت نبني توقع ما نعرف يعني معقولة ما نعرف نبني جسر مثلا نبني بس أمانة وصدق ومصداقية ماكو بالعمل يعني شو ما كان شربته بجسر وهاي شوف ايش قاعد عندنا بالعراق سورة مبنية واقعة وانا رسول الجسور هاي سورة حداي هذا هاي سورة احنا بالعراق من صارت اتفاقية الصين صارت هوسة عليها ذاك اليوم يقولون ما لغت بس لغت يعني ما اعرف لغت لغوا اتفاقية الصين وبالمناسبة حتى الفلوس اللي بالصندوق المقرر يدفع للصين هم اخذوا الفليسات وراحن لغفن الفليسات راحن الصين عندها طريق بري يربطها باكستان بس هذا الطريق البري وعر جبال وبحيرات ايش تسوي؟ راح اسوي لك بيض اليوم راح اقتصد اليوم بيض لازم نقتصد يا اخي نكمل سالفتنا وبعدين هسه بعدين نسوي بيض جبال ومحيطات الصينيين سووا جسر خلينا نشوف الجسر شلون سووه نفس سورتنا تفضل هذا الجسر يربط بين الصين والباكستان طول الجسر 88 كيلو شوف تفرج شوف عزيزي المشاهد شوف الجسر هذا الجسر شوف 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 شوف, شوف. هذا سواه ب 36 شهر يعني 3 سنين وين متعدي؟ شو تفضل بالجبال بنص الجبال شوفوا بنص الجبال هسه راح يتعدى على البحار هذا كلفته الكلفه مالته 65 مليار دولار كلفه الجسر 65 مليار دولار طبعا بي 24 كيلو متر كلش خطر ها شوفوا شلون سووا اكو 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 من عنده يطلع على على بحيرات بحار شوف معلق عبالك هاي الصين اللي نعوفها ونروح نجيب مصريين وين الربط تفضل بس تباوع بس تباوع شلون سووه؟ شلون وصلوا المواد؟ شلون اشتغلوا؟ عندهم اراده ناس تحب بلدها تشتغل ما عندهم بوق
عمل تفضل نقدر احنا نسوي لنا عبارة افتتاح جسر ذاك اليوم عبارة قنطرة افتتحونها تفضل شوف 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 تفضل 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 شوف الدنك بوين رافعة وشو مسوينها شنو من عقول مسويته مثل عقلك عقلك انت عقل التنك اي هاي مبارك تعرف طماطه حمص هاي الصين شوف هاد على البحر يروح هاي الصين اللي احنا ما شو نسوي بالصين يابا الصين شو نسوي ما لا اتفاقيه الصين تعال قاعد هنا قل له تعال شوف اتفاقيه الصين شوف وين على البحر بحر 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 قل له يا عقلك متنور عقلك متفتح اللي تحب وطنك هذول الصين واحنا ايش مستفادين من النفط من احترق لشة ابو النفط ايش مستفادين من عندك اقل شيء نعمر بيه نعمر بيه بلدنا خلي ياخذون مو قاعد يفرهدون بيه النفط خلي ياخذون نعمر بيه وها يشغلون عراقيين هيك المعاهدة تقول شغلون أيدي عاملة عراقية الأيدي العاملة الدرجة الأولى المهندسين وهاي من عندهم وآلياتهم العراقيين وياهم يشتغلون أيدي عاملة ما نفكر ما نفكر بس نهوس وين مهوسين ما عندنا شي نقوله بلد محتاج لكم احنا هسه محتاجين ما عندنا فلوس عندنا نفط يقول لك اعطينا نفط ينباع اكو صندوق ينحط بصندوق واكو ها لجنه حسابات عالميه هي تشرف عليه يعني ما حد يقدر يبوق به ويشتغلون الصينيين عندك بس ما اعرف احنا من يام الله دماغتنا انغسلت من واحد يقول الحق كله يصير ضده من واحد يحكي بالباطل كله يصير وياه الذائقة اختلفت بالوطن ذائقتنا اختلفت يعني حتى من تسمع أشياء هسه الآن يعني ما أعرف أنا مع احترامي للمطرب ولا شعب يرقص على صمون 10,000 علي علي حتى الذائقة اختلفت وهاي أمور اختلفت لأن فساد هاي الصين هاي الصين اللي إحنا ما عاجبتنا اللي هي أساساً طلعت عليها العالم بدفع من أمريكا لأن ما أمريكا ما تقدر تواجه الصين مستحيل الاقتصاد العالمي الاول هو الصين كان بنونا وهاي صار هسه سنه واصل مراحل متقدمه باشياء كان شفنا الاعمار وولدنا اشتغلوا والامور هذه يعني ايش قد باوع لي انا البارحه الفيديو ايش قد باوعت لي ما مليت من عنده وعرفته يعني كبير بالشاشه بالبيت اتفرج عليه يعني شنو هالإنسان شنو الإرادة اللي عندهم الدنيا هاي شلون سووها ايش قد ارتفاعها عن الجبال ايش قد يتحملن ايش قد يعني اشياء ما تصورها على مود تجارتهم ماكو 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 احنا جسر مشات يربطونه ثاني يوم يوقع ثاني يوم ما يطول ما 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 عندهم كل هاي الاشياء ما عندهم تفضل هاي صيف وشتاء مصوري لك اياه هاي شاق يعني بنص الجبال اي طبعا يدخل بجبل يطلع الجبل ثاني يروح على بحر يطلع الجبل يوصل لا كنا شنو؟ كنا تاري كنا تاري انت تمام عرفت تسوي لك شغله زينه استاذ انا باوعت حليه صارت بيها سحنه
بس شايف هذا الجسر لو عندنا هم يستولون عليه، هذا من هنا هذا السايد يبيعون عليه لبن جاز جيس بلف، ومن هنا يبيعون هذا يسمونه كهربائي. هذا جسر. هذا مالنا شايف مال سريع مالنا؟ اي. من هنا مال صار له اللبن ومن هنا له الصمون. هو مو قطع الارزاق. اه. بس قطع الطريق. هيك يصير عندنا جسر. عندنا جسور هاي جسور. ايه هذا شوف هذا يسمونه دو الجسر المتحرك دوب. دوب. اكو عندي صوره مال افتتاح قنطره ما وين مرتضى ما خلاها؟ هذا ما تحمل عبر عليه جسر عبرت عليه سياره وقع. يقولون هاي الجسور مالتنا مطلوبه ضريبه وقاعد توقع من واحده يخلص المده اذا ما يسدد يتفلل. هاي شوفها هاي بوحده واقع. يا يا شوفها. يلا عيني يلا. تعال عمي تعال. يا جماعتنا يروحون للصين بس ياخذون صور. ها؟ يروحون للصين بس ياخذون صور وسيلفيات. احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا من نطلع برا ما نشوف معالم الدول الاخرى. يعني ما نروح نشوف معالم، متاحف، ما نروح. قال لي موتتني وانت قال لي وخلصني دخلت بالصين وهذا فيديو اللي كنا اخذه شو اسمه؟ هذا فيديو فيديو شو اسمه؟ هذا الفيديو يشبهه علي هسه انا احول لك اياه اي استاذ احمد دلل دلل صدق لا قال كسرت حنان من بغداد الى الصين ها شلون؟ هاي مال مال كاظم يقول من بغداد الى الصين كسر بي حمام كسرت حناني كسرت حناني؟ من بغداد الى الصين كسرت حنان؟ شو اسم الاغنيه كسرت حنان؟ كسرت حنان من بغداد للصين. بس استاذ الصين ليش يسوون لنا جسر؟ ها؟ ليش يسوون لنا؟ اه كلهم يشابهون. يشابهون؟ اي. اروح فاصل نرجع لكم، يلا. قال يا حبيبي قال لي قال لي قال لي راحت الحميسه ما لي خلق اسوي اي قال لي اي طبق البيض اذا غلط بعد وين يا جبير من هذا يلا يلا خلي الدين شوي يحتر ايش بيه لا استاذ بعد حتى ما شوف الصيني سوى جسر انت هاي الطماطم هذا بيضه ما تعرف تقليها ما تقلاع على البارد شنو على البارد؟ من تحمل عين ما تنمرض شلون يعني؟ من تحمل بيضه هسه من راح تحمل وتاكلها من راح تشوفها ما مستويه راح تعوفها نصها غير نقتصد كان اسوي لك اياها طيبه وتاكلها كذا لازم نقتصد لا والله صدق يعني موضوع الاقتصاد وموضوع موضوع وين هنا موضوع الاقتصاد يعني مشكله يعني خاصه بالعالي واحد عراقي راح هناك فالهنود قالوا له احنا بالنسبه ان عندنا تقريبا مليون سحار قال هاشم قال لهم اي عندنا مليون سحار قال لهم احنا العراقيين عندنا تقريبا 4 الى 6 مليون سحار قال شلون يا عندكم العراقيين 4 الى 6 مليون سحار اي قال راتبه مليون يصرف بالشهر 4 ملايين شلون ما ادري مو صحيح مستاذ ما حسبت المنا والمنا هو شنو المنا والمنا؟ شنو المنا والمنا؟ بس قل لي شلون المنا والمنا؟ انا استاذ زين لا لا باذنجان لا لا بروح ابوك لا انا اعرف موظفين ما ياخذون الراتب بس ذول جماعه الناشف المنا والمنا جماعه الناشف هاي برا الدوام برا تنتين اي هو شنو راتبه 800 900 ما ياخذ 20 ورقة. اه. 15 ورقة. واي اذا تريد هاي من جماعة يسمح له؟ لا ذني شبع هو ابو الناشف هاي جماعة يسمح له. يسمح له. يسمح له. واي ياخذون؟ شنو شنو شنو؟ ويا حتى ما ينحسب انه باخضر ابو الشايب. اي هاي هذا السبب الفساد مستشري بكل مفاصل الدولة. قبل كانت مثلا خلينا نحكي شويه نسولف وياكم اليوم خميس وان شاء الله باكر راحه والكل ترتاح. قبل يعني المراه العراقيه يعني تختلف عن باقي النسوان. هوايه تختلف بس هسه هم اختلفت.
يعني مرات مثلا بالدوائر النسوان هن ياخذ الرشوه، النسوان هن ياخذ الرشوه. اعرف وحده ظلت 16 سنه مدير عام بالعقارات الدوله، يمكن نهبت الدنيا كلها هسه طلعوها، بس اكو مدراء 17 سنه، اكو مدير الان موجود صار له 17 سنه بالكهرباء، 17 سنه صار له مدير بالكهرباء، من كانت عنده برازيلي مطرقعه الى هسه فلل بعمان وبالحارثيه وبالقادسيه. ما عندنا حساب، عندنا قراءه. قراءه شنو؟ يعني ما عندنا واحد يحاسب، ما عندنا مبدا من اين لك هذا، يعني كل شيء ما عنده واحد. يعني شنو مثلا موظف بريد ما يودي بريد يجيب بريد عنده مثلا بيت في فلسطين 800 متره، شلون يعني شلون؟ هو راتبه 300,000 شلون؟ إيه تعال قل لي شلون؟ وسيارته يداوم بها جكساره. ما اعرف، اختلفت هوايه هوايه امور اختلفت بالبلد، بس احنا دائما نقول ما يصح الا الصحيح، وخلينا انا وياكم نقول ما يصح الا الصحيح، وان شاء الله ما يصح الا الصحيح. هوايه تتغير امور، هوايه تتبدل امور، بس اكو ناس عراقيين اوصلاء غياره على هذا البلد، يحبون بلدهم، مصلحه بلدهم فوق الكل. هوايه لو خليت قلبت مو معناته مجموعه من الفاسدين تنظر البلد كله فاسد، لا، حتى اكو بالحكومه ناس خيرين، اكو ناس محترمين، ما يصير نخبطها كلها. اكو ناس تشتغل صح وتخاف مخافه الله عندها وتؤدي واجبها بصوره صحيحه. عندي شويه ملاحظه على موظفي استعلامات الوزارات او الدوائر. حضرتك موظف استعلامات تستعلم كل الاشياء داخل الدائره. انت يعني مو جهه امنيه، مو هاي الجهه الامنيه تتصورها انت مثلا يعني على مزاجتك تدخل اللي عجبك وما تدخل اللي عجبك وامور اخرى. يعني من واحد يسألك ترى فرق، بس هذا فرق. يعني تقدر تجاوب هالشكل، سني سلام قل لي استاذ احمد موجود؟ استاذ احمد موجود؟ ما موجود. شوف ضاد سلام، سني استاذ احمد موجود؟ استاذ احمد موجود؟ لا والله ما موجود عيني. فرق. اشكرك استاذ على هذا الاسلوب. شوف شو راد له؟ يعني تكلف نفسك اذا هالشكل قلت ما موجود؟ لا والله ما موجود، والله ما موجود. اي والله شقد حلوه، بس ما موجود. ايش دعوه؟ ايش دعوه؟ ايش دعوه حبيبي زعبور؟ ايش دعوه؟ احنا ما نعرف واجبات، الواجبات علينا ما نعرف. ذاك اليوم شفت شرطي، شرطي تحياتنا لابنائنا في وزارة الداخلية. الشرطي عدد بنية حلوة من يمه. لا ما ناخذ سيلفي. زين انت لابس ملابس عسكر، البس مدني وصدشم. انت البس مدني وروح صدشم، انت ما لابس عسكري، بس انت بالعسكر ما ناخذ سيلفي. ما يصير. الواجب يختلف. وتحياتنا لكم وللشرطة، تحياتنا للدفاع، تحياتنا للحشيد وكل أبنائنا اللي قاتلوا الدواعش، تحياتنا لهم وربه يحفظهم. بس أكو أشياء تذكر، شيء بشيء يذكر، مو صحيح؟ يلا على ما تخلص بيضة سلام ونروح فاصل نرجع لكم.
يلا حبيبي. استاخ رجلي اليوم سقط. رجله؟ ايه عيني والله ما تستاهل. كانت لا استاذ كانت عندي مراجعه رحت بشغله. ايه تلقاني واحد سره طويل. سره طويل؟ وما حد يخلون واحد يطب. هذا جان واحد. شو لحظه عقلك. ما حد يخلون واحد يطب. ما حد يخلون واحد يطب بالسره. واحد ينظم بالسره. اوقف. ما حد شنو قلت؟ ما حد يطب بالسره. ما حد يخلون. ايه ما يخلون احد. ما يخلون احد. شنو ما حد يخلون؟ ايه استاذ ما يخلون واحد يطب بالسره. هذا جان. اجاني واحد شلون؟ واحد معدل. اوه. قال لي اخوي انت ليش شالع قلبك؟ صديق كذي تريد تمشي من وقت؟ تريد؟ هذا صار بعيد خاف انت سالفتك طول؟ قلت له قاعد صديق كذي يمي. قلت له شوف ربي انا عبالي يعرفوني كيف النال لو شيلوها. ما يعرفوك بعد 100 سنه بس لو شاف فانيتك شو عرفوه؟ قال لي تعال. قال تريد تلزم وينتهي الدوام والباكر تجي لو تسهن من انا ابو العشره ويلا. طلعوا شنو عبور الشارع كرتاسي ابو العشره. كرتاسيه؟ اي ابو العشره. انطيت نصلك طبيته ولا واحد. دكلك خلنا ناكل انا وياك. راسه ابو جوحان انا. ها؟ بس شنو استاذ؟ انطيت الكرت وبعد ما شفته. ما دخل ما لا المشكله هذا ابو العشره رضا تجاوب 15. انا اقول لك هو رحت بشغله قالوا لي بالبيت نسوي لك اياها ب 20 قلت لهم لا انا كذا معرف صرفت 45. تاكل؟ الف عافيه. الف عافيه. اكلنا يمي احسن ما تروح تاكل العجين تمن معجن. احسن ما تاكل تمن معجن بالبيت، انا اكل يمي بيض وارتاح. استاذ هبطت الرصيد هو ما رشوه؟ لا مو رشوه. هاي قشوه. اكو رشوه واكو قشوه، هاي قشوه. ما اعطيت الرصيد تعرفه؟ لا اخطئ. خطيه هي خطيه. السرة طويل؟ طويل ساعدك. سو عبرني السرة. عبر السرة. هي مو هنا المشكلة، المشكلة بالناس الكبار الخطية المتقاعدين اللي يعني هذا اللي يخدم الدولة 60 سنة و65 سنة، هذول المشكلة بيهم. يعني من تروح دار التقاعد يعني تموت قهر. يفرفرون بيهم منا ومنا، منا ومنا. هم ناس تعبانين قدموا وتعبوا وتأذوا وإذا تريد يعني الموظفين متفق ويامن والجماعة مو أهل السمك لا مو أهل السمك ما أنا شفته بعيني أكو واحد صفوا بالسمك عنده دكان يبيع مخضر هيك ما يبيع مخضر ايش حاطن مخضر مثلا قل له روح تلقاها يم أبو المخضر معاملتك هاي شو وقت نقضي على هذا الفساد شو وقت من نصير كلنا ايد واحده من كنا احنا نقول هذا فاسد هذا فاسد هذا فاسد هذا فاسد اليوم ملاحظه صغيره طبعا اكو ناس ما يعجبها العجب نهائيا ما يعجبها العجب كل احنا نعرف كل احنا الرجال نائب محمد الشاع السوداني رجال لا يعني اعرفه نائب ومتابعه بقضيه قضيه شركات الاتصالات يعني هذا راح واشتغل وتعب وجايب الاوراق وراح الاوراق وراح محكمه وسوى وقلب الدنيا ويام يعني اشوف تعليقاتهم موقع اسمه كفى وصلت حدها موقع اسمه الاخ حيدر مسوي اسمه موقع اسمه وصلت حدها مع شركات الاتصالات واحد معلق يريد يرشح الجديد هسه هو سوى لك شغله هذا للبلد مو اله لا اله ولا الي اذا مو انه لبنانه مليارات الدولارات مو قاعد نعاني مو ما عندنا فلوس هاي فلوس هاي فلوس انتم ليش ما يعجبكم العجل؟ ليش كل شيء ما يعجبكم؟ بالرياضه محللين رياضيين ومدربين طلعوا لي بالفن صيروا لي مخرجين وكتاب بالسياسه تصيرون عباقره كل شيء تفتهمون بامور الدين مراجع صيرون
غريبة عجيبة. عمي كل واحد يعرف شغلته. كل واحد يعرف شغله. ما اكو ناس ما يعجبها العجب، ما يعني شو تريد تقول له؟ ما مقتنع. عاجبك وضع البلد؟ عاجبك وضعنا هسه؟ عاجبك الشهر الواحد ما عندك راتب من هسه انتظر الشهر الواحد توكل الشهر، الشهر الواحد شلون راح ترتب امورك؟ ترتب امورك تمشيها؟ عاجبك البطاله؟ عاجبك الخريجين المهندسين قاعدين بالشارع يطلعون مظاهرات يضربونهم بالدونكيات؟ عاجبك؟ عاجبك اختك يذبونها بالشارع يرشونها بمي حار؟ عاجبك؟ ما تقبلون. نحجي ما تقبلون، نسكت ما تقبلون، نوقف ما تقبلون، نقعد ما تقبلون. شنو تقبلون عليه؟ للبعض ها؟ شنو تقبلون عليه؟ شنو منجزكم بالحياة انتم؟ بس قل لي حالكم حال المصفي. شنو المنجز مالته؟ طاو ها؟ لو بعد بيرتين؟ ها؟ لو بعد بيرتين؟ اي هاي تاكل وتنام. لا استاذ انت مو تقول كل شيء محللين، بس انا ما ادخل بس بالاكل. بس بالاكل. يعني اذا شفت طباخ هاي تقول هذا خوش طباخ هذا مو خوش طباخ. اكبر واحد انافق عليه، اذا علكت اي لا. ها. فخر واحد. كل شيء انا ادقون برزقي. رزقك بالطبخ. بالطبخ؟ لا. شو تعبت جاي تركض وتاكل. جاي تركض وتاكل ما ادري. انا اطلب طلب من المشاهدين، اتمنى تعجبهم هاي الحلقه ويقولوا عيدوها سووا لنا حلقه ثانيه. عن متاكل. عن متاكل؟ ما اعتقد تعجبهم الحلقه لان بيها اكل. وشهيت العالم هسه بالليل وراح كلها راح تطق بيض وتاكل. ها؟ اي انت شهيت العالم وراح تطق بيض وتاكل. ما اكل ما اشتهي. ها؟ ما اشتهي بس. ما تشتهي؟ الف عافيه على قلبك سلومي. الف عافيه. الله يوفقك استاذ. هني هني ومري. يوفق الكادر ويوفق القناه. الله يبعد عنكم كل شر ان شاء الله. شبعت؟ شبعت؟ يا الله انت باكر لا تجي بعد. لين راح نبدلك. اصبالي. باكر لا تجي. انت مو دعيت لك هسه؟ دعيت لك دعيت باكر لا تجي. بعد انتهت. اني؟ ايه ليش كان؟ كافي انتهت راح يعني نبدل مود البرنامج. يحبون الناس؟ لا الناس ما يحبونه. هسه اذا يردون اذا تردونه يبقى يبقى، اذا تردونه يروح يروح، كل الصوت عليك يروح. قاعد تكرهني؟ مو انا كرهك بس انتهى دورك آه خلاص صار لك. هذا الرسول جوا يقول ما اريد، هذا المخرج. مو كيف المخرج؟ جوا كلهم يقول ما اريد. مو كيف المخرج؟ ها والله. شوف كيف؟ ولا بكيف اي واحد. كيفك انت؟ لا قبات شركة مبرسايل يريدون ولا لا يسوون تصويت عليه. التصويت عليك؟ مناسبة التصويت. اكو اذاعة يعني ما صار لها هواي. يعني عمرها مو كبير. ما عندها منجز. مسوي التصويت افضل مراسل، افضل مقدم، افضل ما ادري شنو، هاي سنة ثانية. يعني انتم ما انتم بعدكم الحيميين تقررون انتم افضل وافضل وافضل وهذا افضل وهذا، شلون قياساتكم مثلا تاخذونها؟ شلون الاعتبارات اللي سووها؟ شلون خنفتين؟ انتم بعدكم يعني ما صار لكم 6 سنين تقيمون الاعلاميين والاعلام مثلا؟ ما اعرف بعد في كيفكم، انتم كيفكم كل سنه تسوونها بكيفكم. مو عني انا ما احكي عن رجال ما لا رجال ممثل ما لي علاقه بالاعلام. رجال اقدم برنامج هو برنامج تمثيلي. بس باشياء نقولها. مو صحيح سلومي؟ والله صحيح. باكر لا تجي انتهت حلقتنا هذا اليوم تقبل استاذ 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 بس انت هسه تحكي على هذول جماعه الاوضه والاوضه هاي هسه تبسأ من هنا تقول لي لا تجي. زين ما يخالف مو باكر ما عندنا برنامج شبيك. ها يعني لا حد اجي. اي لا حد تجي. اذا اعزائي المشاهدين اذكركم قبل لا تنسون شوف الذكر عسى ان تدفع الذكر. احنا مشكله رواتب بالشهر الواحد من هسه. يقول الحكومه ما دفعت. من هسه واضحه الامور. ستواجهنا مشكله الشهر الواحد من هسه. من هسه. يقول الحكومه ما دفعت. لا تقول الحكومه ما دفعت. من هسه واضحه الامور. رجال صريح.
يعني ما عنده ميزانيه من هسه زين يا انت شكو ما جاي نجدي مالاتنا وريد مو تقولوا ما دفعت سوا احنا خطار احنا مع السلامه ستواجهنا مشكله رواتب بالشهر الواحد.